سؤال متكرر من الصبايا والشباب فصل الصيف هو كيف نختار الواقي الشمس للحماية من أشعة الشمس. السؤال هنين بيضيعوا بالسوق من كتر ما في ماركات كتر ما في مواد. أهم شيء تختاروا الواقي الشمس الحماية الـ SPF 30. ما كتير تطلعوا على الأرقام لأنه الفرق بين 30 وال 50 ما كتير فرق. 30 بيحمي 97%، 50 بيحمي 98%. أهم شيء تختاروا المكتوب عليه الحماية من UVA وال UVB، وهي الأشعة فوق البنفسجية. UVA هو المسؤول عن التجاعيد، UVB هو المسؤول عن حرق الشمس. فهدول أهم نوعين تختاروا الواقي الشمس فيهم. أهم شيء كمان في شيء جديد بالسوق حاليا هو الحماية من البلو لايت أو الشعاع المرئي اللي هو اللي بيطلع من الكمبيوتر، من اللمبات حتى. فهذا اكتشفوا انه هو بيؤدي لكلف، بيؤدي لظهور حب شباب. فكمان بتشوفوا انه حمايه من البلو لايت بالاضافه لليو في اي يو في بي. كيف نختار الواقي الشمس حسب نوع بشرتنا؟ في هون مبين بالرسمي انواع البشرات، في اللي عندها كلف، في اللي عندها بقع شيخيه او شمسيه، في اللي عندها البشره الروزاشيه هي اللي بصير توسع اوعيه حمار بالوش، في البشره اللي فيها عندها حب شباب، في البشره السنسيتيف. هذا كله في أنواع خاصة للواقيات الشمس لهدول أنواع البشرات المختلفة. ونحن هلأ عنا نوعين من واقيات الشمس اللي بيحبوها الصبايا والشباب. الشباب اللي بيحبوا اللي ما بيبين ما في له أي لون، فإذا حطيت هيك شوفوا بدهنه ما بيبين أبداً على البشرة من دون أي لون أي لمعة. في الصبايا بيحبوا النوع الثاني هو اللي فيه لون، فإذا حطيته بيعمل كفر مثل فونديشن مثل مكياج. فهذا بيحبوا الصبايا اللي بيحبوا الميكاب أو اللي عندها كلف أو اللي عندها علامات حب شباب. نصيحة أخيرة هي تكرار الواقي الشمس كل ساعتين. ما تنسوا فترة الصيف خصوصا عند تعرض للشمس بالبحر بالبر.